أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن مصر وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة وتطوير المصانع لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. وخلال كلمة ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته 30، أكد وزير الزراعة أن الدولة كثفت جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عملية إنتاج الأسمدة، ذلك من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات حفاظاً على البيئة والمناخ. كما أشار إلى أن مصر تعد مصدراً رئيسياً للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليارات دولار في عام 2023، وتحتل المركز الرابع عالمياً ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على أهمية الدور الذي تلعبه صناعة الأسمدة صناعياً وزراعياً واقتصادياً، والذي أظهرته التحديات الحالية وظروف الجيوسياسية والبيئية التي شهدها العالم والقفزة غير المسبوقة في الأسعار، وهي العوامل التي أوضحت خطورة وحساسية الأمن الزراعي وأهمية استدامة تأمين إمدادات صناعة الأسمدة بل وزيادتها. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السنوي 30 للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن مصر تستهدف العديد من الخطط الطموحة في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى لإنشاء 26 مدينة جديدة. وخلال كلمته باجتماعات المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قال إن مصر تستهدف أيضا توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام وإنشاء 12 منطقة لوجستية في أفريقيا. وأشار إلى أن مصر قدمت عدداً من الحوافز الغير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية، والتي تشمل إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع، ذلك في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين. تبنت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف للاستفادة من قدرات مصر التنافسية في برامج بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة التعليم والتدريب في مراحل التعليم. وخلال إصدار لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان أفاق اقتصادية معاصرة، استعرض المركز مؤشرات الاقتصاد المحلي المصري وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورا في تحسين الأوضاع الاقتصادية وجاهزية مصر للاستفادة منه، لما لديه من قدرة في إضافة 13 تريليون دولار للناتج الاقتصادي العالمي بشكل تدريجي بحلول عام 2030. وفي سوق المال، تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع وسط تداولات تجاوزت 8.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.28 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 94% ليغلق عند مستوى 29,205 نقاط، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 45% ليغلق عند مستوى 7,542 نقطة. كما هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 1% ليغلق عند مستوى 10,536 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، فارتفعت أسعار النفط مع ظهور مؤشرات على قوة الأسعار الفورية في الولايات المتحدة وظهور مؤشرات على تحسن الطلب من الصين. كما زادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.6% لتصل إلى 82.66 دولاراً. وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.4% لتستقر الأسعار
فوق 77.74 دولارا للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 67% لتصل إلى 2.66 دولار للتر، وارتفعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.8% لتسجل 1.76 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية مهمة تصدر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.6%، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة تقدر ب 0.3%، كذلك تقدم مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1.2%، وصعد المؤشر القطري بنسبة 0.5%، نظراً للأداء الإيجابي الذي حققته معظم الأسهم المدرجة على المؤشر.